شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان عبر الفيديو كونفرنس، مؤكدا أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليست فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. وشدد الرئيس السيسي على مواصلة مصر بذل كل الجهود لإنهاء الأزمة الحالية، بما في ذلك دعم جهود الاتحاد الإفريقي وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي، وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان. كشف مجلس السلم والأمن الإفريقي عن نزوح أكثر من 700,000 شخص بسبب القتال في السودان، وشدد المجلس على عدم وجود حل عسكري للأزمة السودانية، داعيا كافة الأطراف لوقف القتال فورا ودون شروط مسبقة. أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 90% من نحو مليون سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة هم من النساء والأطفال، مشددة على ضرورة إمداد الدول المضيفة للاجئين بالدعم الدولي السريع. قالت الاستخبارات البريطانية اليوم إن مجموعة فاغنر القتالية الروسية بدأت في الانسحاب من بعض مواقعها في محيط مدينة بخموت بإقليم دونسك، على أن تقوم قوات الجيش الروسي بالتقدم في تلك المواقع، مشيرة إلى أن تغيرات مواقع قوات فاغنر الروسية من المرجح أن تستمر على مراحل مدروسة للحيل دون انهيار القوات في الجيوب المحيطة بمدينة بخموت. أكدت وزارة الدفاع الألمانية اليوم تلقيها طلبا من الحكومة الأوكرانية بتزويدها بصواريخ موجهة من طراز توروس، ويبلغ مدى صواريخ توروس الموجهة أكثر من 500 كيلومتر، ويتم تصنيعها بالتعاون بين ألمانيا والسويد، وهو ما من شأنه تمكين الجيش الأوكراني من استهداف الأراضي الروسية. أكدت وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن البنك يرتبط بالعديد من الشركات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر وكذلك محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، مؤكدة تقدير مصر لشركتها مع جميع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين في ضوء سعيها لتعزيز التعاون لتحقيق رؤية التنمية 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. أكدت وزيرة التخطيط أن إطلاق خطط المواطن يعكس حرص الدولة على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة دمياط يصل إلى 225 مشروعاً، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطط عام 2022-2023 تبلغ 13 مليار جنيه. سلم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رخصتين ذهبيتين في قطع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركة الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة. أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن مصر خالية تماماً من حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال، مضيفاً أن مصر تفوقت على الكثير من الدول في علاج فيروس سي، خصوصاً في ظل التوجيهات الرئاسية والحملات الطبية للكشف المبكر عن فئات مختلفة من الشعب وتقديم العلاج بالمجان. توفد المواطنون بكثافة على منافذ مبادرة كلنا واحد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات والتي تعكس تطور الفكر الأمني للوزارة وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة.